هل من ألقاب خلعت على رسول الإسلام وهو تقول أنه الضحوك القتال؟ أرجو أنه نعم أكون نعم بأطرح السؤال صح؟ نعم الضحوك القتال، هو قال عن نفسه الضحوك القتال، ويفتخر ويفتخر، أنا يقول جئتكم بالذبح في بيعة العقبة الأولى والثانية. شو يعني شو على شو عاهد الناس، على شو عاهد الناس؟ يقول لهم الهدم الهدم الدم الدم، وقال لهم جئتكم بالذبح. واليوم المسلم يفتخر يقول محمد لما قال جئتكم بالذبح وأشار بيده هكذا هذا أشرف الخلق. نعم الضحوك القتال، نصرت بالرعب وجعل رزقي تحت رمحي. ما بعرف شو شغال، يعني إرهابي أنت شغال ولا شو هذا الإله اللي يجعل رزقك تحت رمحك؟ ما تعرف تزرع وعلى فكرة يا أخت نوال، صعاليك مكة، أو إذا تقري تاريخ الصعاليك، إذا ترجع لجواد علي في كتاب المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، أو حتى إذا ترجع لكتب محمد الخطيب أيضا ذكر هذا الكلام في كتابه الأديان العرب قبل الإسلام، وكثير من طه باقر أيضا ذكر هذا الكلام، والأصنام لابن الكلبي ذكر عبادات العرب قبل الإسلام. الصعاليك معروفين ناس خلعاء، عشائرهم تبرت من عندهم، كانوا هذه حياتهم، القتل والسلب والنهب. ها اصلا دستور الاسلام دستور الصعاليك،